طيب خليني أقف تاني مع الفيديو اللي كان بيتكلم عنه الأستاذ هيثم بتاع الشاب بتاع كفر الشيخ، أو فيديو سماح بنت الحاج شهاب. سماح بنت الحاج شهاب واحد من أكثر الفيديوهات مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال أقل من 24 ساعة، يعني أكثر من 1,300,000 مشاهدة على منصات التواصل المختلفة لفيديو سماح بنت الحاج شهاب، واللي ظهر فيه شاب واقف تحت بلكونة عمارة وبينادي على سماح بنت الحاج شهاب وبيشهر بيها زي ما كتير من حضراتكم شفتوا الفيديو. يعني بعيدا عن ان الشاب طلع اعتذر او قال ان الفيديو كانت فقرة تمثيلية، لكن عايز اقف شوية مع دور الاعلام في توجيه الرأي العام ودور الاعلام في تكوين هوية الشباب وتكوين هوية المجتمع. الاعلام اللي كان في يوم من الايام بيحارب البلطجة والمخدرات وبيحارب الدعارة وبيحارب الجنس وبيحارب الـ 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 الأمراض المجتمعية الخطيرة، النهاردة الإعلام هو اللي بيساهم أو بيساعد في انتشار هذه الأمراض. في ثالوث كده موجود دلوقتي في السينما والدراما المصرية اسمه ثالوث المخدرات الجنس والبلطجة. مخدرات الجنس البلطجة، البلطجة الجنس المخدرات، الجنس البلطجة. الثالوث ده بقى مكون رئيسي من كل في مكونات كل عمل درامي مصري تقريبا. العدل بقى والسبكي والشركة التابعة للمخابرات بتعبي عقول الشباب وعقول المصريين 24 ساعة بالثلاث قيم دول، المخدرات والجنس والبلطجة. فبقى الشاب قدامه الحل الأسرع والأبسط والأسهل وأقرب طريق إنه يبقى مشهور ومعاه فلوس، إنه يمشي في طريق البلطجة أو يمشي في طريق المخدرات أو يمشي في طريق الإباحية، أو إنه يخرج يعمل أي كلمتين بيعبروا عن موضوع تافه، لأنه شايف إن الممثل في مصر هو محمد رمضان اللي بتتفتح له الشاشات وبيتم تكريمه والجيش بيكرمه والوزراء بيكرموه. شايف ان المغني في مصر هو مش عارف شطة وحمو بيكا والعيال بتوع المهرجانات. شايف ان الموديل في مصر او الفتاة الشيك مش عارف ايه هي سلمى الشيمي. فبقى قدام الشاب عشان خاطر هو عايش في مجتمع منغلق وعايش في مجتمع ما بيلبيهوش احتياجاته وما فيش تعليم ما فيش توظيف ما فيش حد بينمي قدراته، فأقرب طريق انه يطلع يصور فيديو وينشره على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن يفرقع معاه ويبقى مشهور. فلما تفكر تعمل فيديو اول حاجة بتيجي في دماغك هو النموذج اللي بيتقدم لك كل يوم في الصحافة والاعلام المصري. اللي شاف الفيديو بتاع سماح بنت الحاج شهاب يعرف ان المشهد ده اتكرر كوبي بيست في ثلاث اعمال درامية قبل كده. اول واحد عمله كان محمد سعد في فيلم الليمبي، وبعد كده عمله احمد حلمي في فيلم صايع بحر، بعد كده نفس المشهد عمله احمد عز في اولاد رزق. يعني انت متابع بقى؟ لا متابع طبعا. انا متابع، انا عندي اميه شويه في القصه دي. فالمشهد ده كوبي بيست كده بنفس الالفاظ بنفس الطريقه، العربيه اللي واقفه تحت البيت واصحابه اللي واقفين جنبه والمايك والواد يطلع ينط على العربيه، كوبي بيست. موجود في اولاد رزق، موجود في الليمبي، موجود في صيع بحر، وده اللي عملوا الدراما او عملوا الاعلام وعملوا الفن في المجتمع المصري برعايه السبكي والعدل والشركه المصريه للانتاج بتاعه المخابرات. لكن الشاب بالنهاية لما حب يقلد يا أستاذ هيثم قلد أقرب حاجة لي بالظبط. والبنت سلمى الشيمي لما حبت تقلد قلدت أقرب حاجة ليها، اللي هم الفنانات المشهورين اللي معاهم فلوس بتوع مهرجان الجونة. شافت إن دول قلعوا وطلعوا وبينوا جسمهم ومحدش قال لهم حاجة. شافت ان البنت الرقاصة البرازيلية قبل شهر لما طلعت رقصت بمنتهى الاسفاف والصفور، طلع الاعلام والصحافة بتاعتنا يقولوا رسمت البهجة على وشوش المصريين في دقيقة و15 ثانية. فالبنت عيني راحت اتصورت، كانت متخيلة انها هتبقى مشهورة وهترسم البهجة على وجوه المصريين، فجروها ورموها في النيابة. الولد ايضا لما حب يعمل مشهد تمثيلي، اذا كان مشهد تمثيلي يعني اقرب حاجة ليه مشهد البلطجة وقلة الادب اللي بيقدمها الاعلام والدراما والسينما المصرية.